الممثلة التركية سيبيل جان، والتي مثلت دور بريفان في مسلسل جيهان. يبلغ عمرها في المسلسل 32 سنة، وأصبحت تبلغ حاليا 54 سنة. الممثلة سيبيل تشجي أوغلو، يبلغ عمرها في المسلسل 26 سنة، وأصبحت تبلغ حاليا 48 سنة. الممثل إمري كيناي، والذي مثل دور فرحات في مسلسل جيهان، يبلغ عمره في المسلسل 32 سنة، وأصبح يبلغ حاليا 54 سنة. الممثلة سيفدا فيرداغ، والتي مثلت دور هيلة في مسلسل جيهان، يبلغ عمرها في المسلسل 60 سنة، وأصبحت تبلغ حاليا 82 سنة. الممثلة ميراي أورهون شاي، يبلغ عمرها في المسلسل 50 سنة، وأصبحت تبلغ حاليا 72 سنة. الممثل محمد جان جوريين، يبلغ عمره في المسلسل 51 سنة، وأصبح يبلغ حاليا 73 سنة. الممثل أيتاش أرمان، والذي مثل دور قدرة في مسلسل جيهان، وهو من مواليد 1949، وتوفي في 26 من شهر فيفري سنة 2019، وذلك في سن 70 سنة. الممثل إيديب سانيير، والذي مثل دور خليل في مسلسل جيهان، يبلغ عمره في المسلسل 34 سنة، وأصبح يبلغ حاليا 56 سنة. الممثلة نيلوفير أيدان، والتي مثلت دور جولشاه في مسلسل جيهان، يبلغ عمرها في المسلسل 62 سنة، وأصبحت تبلغ حاليا 84 سنة. الممثل بليل إنجي، والذي مثل دور يوسف في مسلسل جيهان، وهو من مواليد 1936، وتوفي في 25 من شهر أكتوبر سنة 2005، وذلك في سن 69 سنة. الممثل علي بشار، يبلغ عمره في المسلسل 28 سنة، وأصبح يبلغ حاليا 50 سنة. الممثل تولجا سافاجي، يبلغ عمره في المسلسل 39 سنة، وأصبح يبلغ حاليا 61 سنة. الممثلة فاطمة بيلجين،
يبلغ عمرها في المسلسل 53 سنة، وأصبحت تبلغ حاليا 75 سنة. الممثل بولانت بلجيش، والذي مثل دور بيكير في مسلسل جيهان، يبلغ عمره في المسلسل 48 سنة، وأصبح يبلغ حاليا 70 سنة. الممثل محمد جيبيش، والذي مثل دور سينان في مسلسل جيهان، يبلغ عمره في المسلسل 40 سنة، وأصبح يبلغ حاليا 62 سنة. الممثل فاروق بيكير، يبلغ عمره في المسلسل 46 سنة، وأصبح يبلغ حاليا 68 سنة. الممثلة مهربان إير، يبلغ عمرها في المسلسل 36 سنة، وأصبحت تبلغ حاليا 58 سنة. الممثل تونجير نجمي أوغلو، والذي مثل دور موسى في مسلسل جيهان، وهو من مواليد 1936، وتوفي في 20 من شهر أوت سنة 2006، وذلك في سن 70 سنة. الممثلة عائشة ديميريل، والتي مثلت دور ليلى في مسلسل جيهان، يبلغ عمرها في المسلسل 47 سنة، وأصبحت تبلغ حاليا 69 سنة.